السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم كما وعدتكم راح نسلط الضوء على قضيه مهمه. اول شيء لازم نعرفوا نبينوا حقائق للناس باش نحيو الالتباس هذا اللي صاير، شكون هما وكلاء ولا شكون هو المناجر الخاص لسعيد بالرحمه وما حقيقه الشركه، وفي الاخير نتكلموا على الشخص اللي في الجزائر اللي يعطي معلومات على اساس انه هو اللي يخدم في شركه، حسب ما سمعنا يخدم في شركه في فرنسا وتاع المانجمنت وتاع تحويل اللاعبين، وحقيقه اسكو كاين منها صح ولا لا، كل شيء راح نهضروا ليه بالتفصيل. اول حاجه سعيد بالرحمه، محمد سعيد بالرحمه، جبتها من الموقع، مش من الموقع، من لا فيديراسيون تاع الانجليز، الاتحاديه الانجليزيه. الخط مش باين، الخط مش باين، زيدوا نعطوكم، هاني كتبناه لكم احنا. محمد سعيد بالرحمه، ورسام ايغال، هذا مدير تنفيذي للشركه تاع تحويل اللاعبين، اسمها ها ورسام ايغال، اسمها اونشيان ستار فوتبول مانجمنت، اونشيان ستار فوتبول مانجمنت، مقرها في الانجليز. هذه المعلومه ولا هذه لا غالب قلت لكم خاوتي، لا بريمونت كي تجي تبريمي لا ليست كامله، خط ما يبانش، حاولنا ما كاش، ما درنا كابتور على الحاجه اللي تهمنا هو سعيد بالرحمه انترميديار، يعني هذو هما الوكلاء ولا الوسطاء، نورمالمون هذه ترجمه تاعها. من 1 فيفري 2018 الى غايه 31 جانفي 2019 من الفيدراليه الانجليزيه، هو من اللي قلنا نعاودو، هو ورسام ايغال، وحطيت الصوره نتاعو تشوفوها، هذا هو ورسام ايغال، وكل حاجه ما عدا هذه برك نتاع لاليس خطره في البي دي اف، كل حاجه نتكلم عليها نحط لكم الرابط نتاعها بالدليل باش نحي الالتباس. وراني مانيش ندير الفيديو هذا على جال اساس يوتيوبر ولا فيديو لتنوير الراي العام، راني نديرها للناس باش تعرف بك الحقائق. اي حاجه راح نذكروها لكم الان كلش نحط لكم الرابط نتاعو، صوف هذه البريموت خطره، هذه الورقه اللي امبريميناها لا ليس خطره، هذه تابعه في البي دي اف ما قدروش نحطوها، لكن هانا هزينا لكم الحوايج المهمه. سعيد بالرحمه، محمد سعيد بالرحمه، ورسام ايغال هذا مدير الشركه، اسكو نقدروا ننسبوه، هو وكلاء يبقى وكيل اللاعب، هذا ما يقدروش نقولوا مش وكيل اللاعب سعيد بالرحمه، لكن الى غايه ماذا؟ الى غايه 31 جون في 2019 باش نتفاهموا، من 1 فيفري 2018 الى غايه 31 جون في 2019 هاي الشركه تاعو، وكل شيء حطينا لكم بالدليل، المقر تاع الشركه نتاعو في الانجليز في لندن، كل شيء بالدليل. الان بعد ما شفنا راني كاتب كل حاجه، كاتب لها النقاط نتاعها وكل حاجه، نخليكم تشوفوا الصوره نتاعها باش نعطيكم كل حاجه باللي بالرابط نتاعها. تفهمنا انه هذاك ورسام ايغال اللي قلنا عنده شركه في انجلترا اسمها اونشيان ستار فوتبول، المقر في لندن، هذه تفهمنا فيها. نروحوا لحاجه اخرى بعدها 2019، حنا نعرفوا اول حاجه سعيد بالرحمه انضم لبرنتفورد 2018، باش نعطيكم حاجه برك اوفيسيال، هذه نفتح قوس، سعيد بالرحمه كما راكم تشوفوا هز العلم نتاع برنتفورد، هز العلم نتاع برنتفورد، هذا لم انضم. الناس اللي تقول بلي راهو سيني في تشيلسي، انا مانيش كونتر انه سيني في تشيلسي، انا ماذا بيا اللاعب يعود يلعب اساسي، هذا واش نحوس نفهم، انا ما حوش يلعب تشيلسي، ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، ما يهمنيش، ارسنال، ليسونسيال الجوار هذا يزيد بروغريسيون تاعو تزيد وزيد يبان، هذا واش نحوس يلعب اساسي فقط. اي لاعب لما سني باش نهضرو لوجيك برك يلبس القميص ولا يهز علم نتاع الفريق الجديد داكور، الناس تقول ثانيه في تشيلسي، هل شفتوه هز العالم تاع تشيلسي بودرو عليه كاس تشيلسي،
هل لبس القميص تاع تشيلسي؟ ما كانش. قضية لومبارد يتصل باللعب، أنا ما قلتش أنا حاجة ما يقدرش لومبارد يتصل باللعب، لا لومبارد يقدر يتصل بالرحمة ولا غيره، كما اتصل جوارديولا بمحرز عادي. أنا تكلمت على المانجر وكلامي كان واضح، باش لومبارد يتصل بالمانجر هذه ما كاش منها. لا لا شنو نعطيكم الدليل، نعطيكم الدليل وكل شيء كما قلت أنا حطيناه بالرابط باللين تاعو. نعطيكم هذا فريق في الدرجة الثانية، فريق في الدرجة الثانية الإنجليزية، ماهوش بريمير ليغا، الشامبيونشيب، عنده مسؤول نتاع الريكريتمون في فرنسا، في فرنسا اسمه ريندان ماك فارلن، ريندان ماك فارلن هذا الاسم. احنا لما الاسم ليزونغلي انا نعطيكم انا الاسم وشنو ننطقونا، ونعطيكم الصورة كما راكم تشوفوا فيه. هذا مسؤول للريكريتمون، مسؤول الاستقدامات في برونتفورد، وهذا هذا المسؤول داروا معاه حوار، ورانا نخلي لكم الرابط ثاني كل شيء قلنا نخليكم الدليل. هضروا معاه واحد الموقع فرنسي، هضر معاه قال لهم انا اللي جبت سعيد بالرحمه، ويتبع في اللاعبين هنا خاصه في الدرجه الثانيه الفرنسيه، وكان يتبع فيه ملي كان في نيس، وهو اللي جاب سعيد بالرحمه. هذا الدرجه الثانيه، يعني كما نقولوا الدرجه الثانيه واش معناها؟ معناها الشامبيونشيب. الدرجه الاولى نقصد بها هنا بريمير ليغ، الدوري الممتاز. الشامبيونشيب فريق في الشامبيونشيب عنده مسؤول ريكريتمون، يعني اسكو منطق فريق كيما تشيلسي، تشيلسي ما عندوش مسؤولين تاع الاستقدامات؟ انا تبالي هذه مازال خير قدام، عندنا الادله، تبالي هذه تكفي. بصح نزيدوكم، نزيدوكم قلنا هذا المسؤول راندون، هذا ماك فارلن، هذا مسؤول استقدامات في نادي برنتفورد اللي هو في فرنسا، يسمى كشاف هكا يشوف اللاعبين ويشوف اللي في فرنسا، وهو اللي جاب سعيد بالرحمه، هو اللي جاب سعيد بالرحمه. داكور، هنا رانا متفاهمين. دركا من بعد راح نحط نحط لكم تشوفوا في الفيديو، وحط لكم قلنا تشوفوها الموقع. قبل ما نروح على الموقع، شركه تاع يونيك سبور مانجمنت هذه اللي دوكا انضم ليها سعيد بالرحمه، متى انضم ليها سعيد بالرحمه؟ في مارس 2020. حطوا لكم كلش بالدليل. هذه الشركه شكون المسؤولين تاعها؟ هنا بيت القصيد، شكون المسؤولين تاعها؟ وكل مسؤول نحطوا لكم الصوره نتاعو كما قلنا لك. عندها ثلاث مسؤولين وما عندهاش فرع في الجزائر، باش نعطي كل حاجه حقها. باري ويلان هذا المدير نتاعها، باري ويلان، راح نحط لكم الصوره تاعو ونعطيكم الرابط ثاني، تحب تاكد يخش يشوف. هذا هو المدير نتاع إنكسبور مانجمنت، باري ويلان. شكون الموظفين ولا المسؤولين اللي تحت منه كيما نقولوا بالدارجه باش الناس تفهمني؟ كاين مارلون فليشمان، مارلون هذا فليشمان موظف في شركه إنيك، هذه إنكسبور مانجمنت اللي راك تشوفوه في الصوره على اليسار نتاع هاري كين. هاري كين على لاغوش تشوفوا باللي هذا هو مارلون فليشمان. الشخص الثالث المسؤولين هذوما على شركة إنيك سبور مانجمنت، الشخص الثالث اسمه ويل سوثز، سوثز ولا سالفز، سالفز هكا أنا بلي هكا، ويل سالفز. تلقوه على لا دروات على اليمين الصورة نتاع مع زاها، ويلفريد زاها، وكاين حتى الرابط، كل حاجة بالرابط نتاعها. ويلفريد زاها هذا أيضا موظف تاع إنيك سبور مانجمنت. هذا دوك نرجع له، هذا ويل سالفوز دوك نرجع له ولو حتى بعجلة. إذا هذه إنيك سبور مانجمنت، كي تروحوا تدخلوا الكونتاكت، نعطيكم السيت نتاعها، تدخلوا الكونتاكت تلقاو المكتب عندها زوز مكاتب. فين قلت راه المكتب الأول ريدفورد دي شاير، ريدفورد شاير هذه مقاطعة هكا في الشرق تاع الإنجليز، جاية في الشرق. خاوتي اللي عايشين في الإنجليز يقدروا يأكدوا لي المعلومة هذه، اللي راني غلط قولوا لي راك غلط، بصح أنا هزيتها من السيت نتاعهم بعد تاع إنيك سبور مانجمنت. المكتب الثاني الاوفيس يعني بيرو تاعها الثاني تشيتشر، تشيتشر هذه مقاطعة في الشمال الغربي، ولا في الشمال الغربي، هي الشمال الغربي تاع الانجليز، ومدير لكم الصور وكدير لكم كل شيء. الحاجة الأخرى
هذه انيك سبور، هذه مانجمنت عندها اكثر من 150 لاعب اللي يمثلوها، يمثلوا هذه الشركه او الانطلاقه نتاعها في 2008 في 2008 داكور. دوكا راه متفاهمين في الشركه وحطت لكم الموقع الجغرافي نتاعها، تلقوه مش سهم العلامه نتاعها تاع التوجه بالاحمر، هذيك كشور منزل، هذيك هي البلاصه الشركه تاع انيك سبور مانجمنت، تتكم حتى بالمابس يعني. اذا دركا تكلمنا، دركا نرجعوا للمانجر نتاع سعيد بالرحمه. اذا من هو مانجر سعيد بالرحمه حاليا؟ بعض الصفحات اللي ما حبيناش نحطوا الرابط نتاعها لانها تبقى صفحات لمشجعين نادي ويست هام، لما سمعوا باللي ارتباط اسم سعيد بالرحمه من نادي ويست هام تاكدوا انه في هو المانجر نتاعو ولا الاجون نتاعو، هو اللي اجون نتاع ويلفريد زاها، اللي سميته سابقا انيك، اللي تبع انيك سبور مانجمنت، هذا الموظف الثالث اللي هو ويل سالتوز، هذا اللي يقول اللي يوريكم الصوره نتاعو، هذه ويست هام. لكن حنا بعد مساعده الاخوه وبعد البحث وكذا لقينا باللي المانجر نتاع هو محب لنادي برنتفورد، وكاين فيديو تكلم فيه سعيد بالرحمة على المانجر هذا اللي حطيناه لكم البارح اسمه رايان. هلو رايان، هي رايان، هذا سعيد بالرحمة اللي يتكلم ويشكر رايان. هذا اخر اللي بحثنا اللي لقيناه يعني متطابق نوعا ما انه هذا هو المانجر. الان نرجع لقضية الشخص اللي في الجزائر اللي عنده كما يقولوا شركة ولا يعمل في شركة فرنسية ويصور مع اللاعبين، وهو اللي اكد باللي سعيد بالرحمة راح تشيلسي، سيد عنده مقابلة مصيرية، ولا فاز سعيد بالرحمة ان شاء الله نتمنى له الفوز والتألق، كيفاش يكون؟ اذا انا مانيش باش نحرج الناس، المهم نعطيك المعلومه، هذا السيد باش نعطوا كل واحد حق، هذا السيد ولد فاميليا ولد عائله ولبس بيه يعني متخلق ما شاء الله، مش حنحكي عن الحوايج الاخرى، مي هذا يخدم المونتاج هو فقط باش نختم. هذا السيد يخدم المونتاج لفيديو لجوار في بطوله جزائريه، ما عنده ولا علاقه لا اجون لا في الفيدراسيون تاع الاتحاديه اجون ولا ماناجير تاع الاتحاديه. والمناجرة لما بحثنا على السيد هذا، بحثنا على اسمه وبحثنا، لقينا ما كانش مناجرة سواء في ترانسفير ميركات سواء في لا فيديراسيون الجيريان يعني الاتحادية الجزائرية، ما كانش. ونزيدك معلومة، هذه قانون يقدر يعرفها اي واحد، اي مناجر معترف ويقدر يجيب اللاعبين اوروبا ولا كذا، لازم يكون عنده لا ليسونس تاع الفيفا. هذا الاخ الفاضع على كل حال ما عندوش، هما ما مانيش عارف جابوا منين جابوا المعلومه باللي هذا يوصل، قال لهم باللي بالرحمه راح تشيلسي وراه معلومه وشريكه، ما كان والو، هذا يقدم لي مونتاج نتاع الفيديو. ولد فاميليا وما شاء الله انسان عاقل طرونكيل يعني، مش ما نجرحوش الناس ولا حاجه، لكن ناكد للمره الالف المليون واللي عنده دليل يقدمه لنا، ما عندنا حتى مشكل، انه بعد ما بحثنا ما كانش منها قضيه الامضاء. ممكن يمضي بعد المقابله، ممكن يزيد الالف ترتفع الاسهم نتاعو، ممكن يمضي في تشيلسي، او ممكن لومبارد اتصل به باللاعب مش بالمانجر، باش نتفاهم. كما قلت الاتحاديه حطت قوائم نتاع المانجيرا ولا لا ليزا، هذا من ليزاجون هذو ما ولا كذا، ما كانش هذا خلاص السيد هذا اللي يقولوا باللي راه هو يخدم شركه في فرنسا واجون، ما كانش. هذه الاولى. ثاني حاجه، المانجيرا اللي كاينين في ترانسفير ميركات وكذا، منهم حتى ولد رئيس الاتحاديه خير الدين صدشي، وهذوما المعتمدين اللي عندهم لا ليسونس فيفا، عندهم مكاتب، اما البقيه ما كانش لحد الساعه. قلتها ونعاودها، سعيد بالرحمه عنده مقابله مهمه مع نادي برنتفورد ضد فولهام، نتمنى له التوفيق. ما كان ولا معلومه تقول باللي راح الارسنال ولا راح لتشيلسي ولا مازال، ما كان والو، مجرد تكهنات صحافه واجتهادات وكذا، لكن حاجه الدليل ما كانش.
كل حاجة تكلمناها خاوتي في الفيديو هذا، مانا قاصدين بها نضروا ناس ولا نقيسوا ناس ولا نتهكموا على ناس ولا نضحكوا على ناس. كل الناس تغلط، حنا نغلطوا، وكاين كل الناس تغلط، ما كاينش انسان ما يخطاش، ما كاينش انسان ما اخطاش، سواء يوتيوبر ولا صحافي ولا كذا ولا كذا، باش الناس تفهمني. انا نخطا وخويا يخطا وهذاك يخطا وهي راحه، لكن انسان يعترف بالخطا، هذه الاولى ماشي بالرجال قلتها. والحاجه الثانيه انه ممكن يغلطوه ناس ولا يوصلوا له معلومات غلطه، يحاول يتاكد، والا حتى تاكد وعرفهم بلي راهم غالطين يدينونسي ولا يهضر يقول لي ولدي هذا من الناس راه مغلطوني ولا انا غلط. مش عيب، مش عيب، لكن الى الان نهضر معاكم اللي عنده دليل على الكلام اللي قلناه كامل يجي يقدمه لنا، واي كلمه قلناها رانا نخلوه لكم لليان تاعها ونخلو لكم الرابط باش تتاكدوا. هذا هو، ماناش ضد سعيد بالرحمه، نعم نذكر سعيد بالرحمه قادر يتصل به لومبارد وقادر يتصل به مدرب تاع ارسنال عادي، لكن احنا المشكله اللي صرات احنا ان قضيه المانجر والسيد اللي جاب المعلومه، هذا ما كان السيد اللي جاب المعلومه انا والله ما نرده، بالعكس المعلومات اللي عدنا عليه ما شاء الله انسان متخلق، انسان متربي ما شاء الله ولد عائله، لكن اللي نعرفه عليه انه يخدم المونتاج تاع الفيديو ويخدم ثاني مونتاج فيديو ما شاء الله، ثاني حاجه نظيفه وحاجه مليحه في المستوى، لكن لا شركه لا مانجمنت لا مانيجير مناجيرا لا اجون يصور مع اللاعبين عادي، اي واحد يخدم من فيديو تاع البطوله يصور معهم يعني عادي. ان شاء الله الفيديو هذا الناس تفهمني ماني ضد اي شخص مهما يكون. نتمنى التوفيق لسعيد بالرحمه في مقابله مهمه 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 جدا. فالاخير خمتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.